وعطلتم البلد لمدة سنة، لا اليوم من تيجي وعطلتم من البلد لمدة سنة، والآن تعاتبون فلان وتعاتبون فلان. أرجع إلى سؤالي، صار من عطل البلد؟ من عطل البلد؟ من عطله؟ أنا عطلت البلد. من صار لكم؟ حدد بالأسماء. أنا اللي عطلت البلد أستاذ فهد، ماكو واحد غيري، أنا عطلت البلد. سؤالي فيما إذا لو جلسة الخميس لم يكتمل فيها النصاب، هل ستذهبون إلى جلسات أخرى لو تقولون والله هذا حد لو بس بعد؟ لا ماكو هيك في النظام الداخلي مجلس النواب، سوف نذهب الى عقد جلسه، وقد تستمر جلسه عقد الجلسات الاسبوعيه يعني طيله الاسبوع، نعقد جلسات الى ان يحصل النصاب ونمضي. هذا واجب، هذا واجب، واجب القوى السياسيه الموجوده في ائتلاف اداره الدوله. ولكن لماذا نتحدث الان بجانب سلبي ونترك ان الاخوان الاكراد قد يتفقون خلال الساعات المقبله او خلال يومين على مرشح معين؟ لماذا نذهب الان الى جهه سوداويه في الحديث تجاه موضوع الاخوه في الداخل الكردي؟ نعلم ان السيد الغزالي هي ليست صوره، هي ليست صوره سوداويه. انا حسب معلوماتي يا سيد فهد أنه الأخوة في الديمقراطي الكردستاني خلص قد حسموا أمرهم بمقاطعة هذه الجلسة، وبالتالي سينسحبون من ائتلاف إدارة الدولة. وهنالك أخبار تقول أن هنالك بعضا من المستقلين أيضا سينضمون إلى هذا. بمعنى هل سيعود الإطار من جديد إلى بناء تحالفات إذا ما حصل هذا؟ هذه بالسياسة ليست صورة سوداوية، هذه قراءات لواقع، لواقع سياسي مبني. هذه احتمالات استاذ نجم، هذه احتمالات، هاي سيناريوهات. خلي الناقش هاي الاحتمالات مطروح لك. اذا انسحب البارتي، فانسحاب البارتي لي حد الان هو غير رسمي، اكو معلومات ولكنه غير رسمي، لم يتحدث فيما اذا بهذا الشيء الى هذه اللحظه التي نتحدث بها. وانسحب فيما اذا لو حصل لكل حادث حديث.